هاي بما انه شباب ليبيا طلعوا ركابين تنادر، خليني فرجيكم على هالتندرا. هايدي تندرا 23، هايدي البلاتينيوم اديشن. شايفين كيف هي؟ بعدين شو موتيرا؟ اي فورس ماكس هايبريد بلاتينيوم. ما شاء الله، شوفوا الداخلية مثل ما بتقولوا انتو، فيها ديسكو وفرش جلد وما بعرف شو، ديسكو ما ديسكو وحركات. هيدي بتصور فيها ديسكو، ها فيها ديسكو، فيها فتحة سقف بانورامية، وفيها كل الكهرباء بكهرباء وكل شيء ديجيتال، حتى فيها خزنة، لانه بدي يسوق هيك سيارة بدي يكون معه مصاري، وين بدي يحطهم؟ وهيدا من ورا بتكبس هيك بس، ليك شو بدها؟ ما بدها شيء، تطلع هيك دعسة اثنين بتصير بصندوق السيارة. يا سلام، لأنه مبارح الشباب حيربوني دغري إنه نحنا ما بنركب إلا 1794، وال تفرجنا شو عندكم، شفنا شو عندكم، وهذا اللي عندنا. يلا يلا يا ركابين التنادر، فرجونا تندرا من هيك، مين عنده تندرا مثلها؟ فرجونا.